تطليقها كل من الزوجين ويتوقع أن يجدها في طرفه الآخر. وقد يلمس وجودها الأزواج في أوقات معينة عندما تشبع بعض حاجاتهم، وفي أوقات أخرى يشعرون بتعاسة وشعور بعدم الرضا على مسيرة حياتهم الزوجية، وخاصة عندما يدعي أحدهما بأن الآخر لا يفهمه. ويظل السؤال قائما ومتداولا بين الناس: هل أنت سعيد في زواجك؟ هل أنت سعيدة بزواجك؟ ولكن وقبل أن نتسرع بالإجابة ونرد بالنفي أو الإيجاب، علينا أن نفكر مليا: ما معنى السعادة الزوجية؟ وما هي مقوماتها؟ وهل نستطيع أن نصنعها بأيدينا حتى تستقر نفوسنا وتبتهج حياتنا الزوجية؟ صناعة السعادة الزوجية هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع دكتور إبراهيم الخليفي، المتخصص في سيكولوجية النمو وتطبيقاتها التربوية. فلنرحب بحضرته باسم حضراتكم جميعا. السلام عليكم دكتور إبراهيم، حياك الله. أيضا مشاهدينا معنا هنا في الاستوديو ضيوف كرام، نرحب بحضراتهم، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. وطبعا بالنسبة لحضراتكم مشاهدينا الكرام، تستطيعون التواصل معنا ومع دكتور إبراهيم الخليفي، ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ومباشرة مع دكتور إبراهيم الخليفي. دكتور، السعادة الزوجية يعني يفترض بأنه كل يعني صناعة في العالم لها أدوات، ويبدو لي بأنه يعني صناعة السعادة الزوجية يفترض أن تتوفر فيها أدوات. ما هي الأدوات يا ترى التي يفترض أن تتوفر لدى الزوج والزوجة والأسرة بصفة عامة حتى تكون هناك سعادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلم يزل الإنسان منذ الأزل يركض وراء السعادة، حتى اكتشف المكتشفون من العارفين والعلماء بأن السعادة مطلبها في هذه الدنيا عسير، وأن السعادات في هذه الدنيا عبارة عن عينات، وأن من طلب السعادة الحقيقية الدائمة المستتبة المستقرة فهذا يطلب وهم. لأن ليس من طبائع الأيام استمرار السعادة. لذلك حرص العاقل على أن ينسى موضوع السعادة شوية كذا ولا يطلبه، وإنما يطلب بديلا عنه شيء يكون خلفية طيبة. إن حصلت السعادة سعد، وإن لم تحصل فهو على الأقل مرتاح البال. ويقول الإمام بن حزم، أحمد بن حزم، يقول لما عرف العقلاء أن مطلب السعادة عسير في هذه الدنيا، فضلوا عليها طرد الهم. طرد الهم؟ طرد الهم، لأنه السعادة مطلب عسير. السعادة ما تستمر ستي، السعادة يعني سبحان الله أبدا. الأيام السعيدة تمر بسرعة فعلا، الأيام تمر بسرعة وبعدين تمر. يعني بعض الناس سبحان الله بنص السعادة يجيله النكد لأن السعادة حتروح. يعني كذا يجونا مثلا أحباب زوار مثلا، بعد ما يجوا دقيقتين يبدأ الهم، الله حيغادروا بعد يومين ثلاثة، فيبدأ طبيعة السعادة سبحان الله اللي يعول عليها حيتعب. فإذا لتكن الخلفية والمادة الحيوية التي نحيا بها هي راحة البال وطرد الهم. جميل. وتأتي السعادة مثل التوبينج على الكريم، يعني مثل القشطة اللي تنحط على الكريم، ولا الفراولاية اللي تنحط لها على الكيكة، ولا ها يعني زخرفة وديكور، زخرفة ديكور، أي حلوة اسمها السعادة. وإنما أيضا السعادات في الدنيا عينات. نعم. للسعادة الأخروية. ولذلك قال قائلنا: بصرت بالراحة الكبرى السعادة. نعم. الرئيسية. فلن ترها إلا على جسر من التعب. يعني طبيعة الحياة في الدنيا أنها شقاء وكدح، لكنه لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. نعم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تعلمون، يعني تتعبون نفسيا، فإنهم يعلمون كما تعلمون، يعني غير المسلمين، وترجون من الله ما لا يرجون. نعم. فتبين أن الدنيا فيها كدح وفيها ألم، ولكن هناك من يجعل كدحه بلا هم، وهناك من يكون كدحه بهم، لأنه مسكين
يلهث وراء شيء لن يحصله. نعم. وهي السعادة الدائمة. لذلك خلونا نتعارف على أن السعادة في الدنيا منقوصة، واللي يقبل على سعادة منقوصة ويعرف أنها منقوصة حيتصرف، يعني لما تجي منقوصة يتصرف طبيعي، لكن اللي يقبل على سعادة منقوصة ويظن أنها كاملة حيصاب بألم شديد لأنه لن يجد سعادة منقوصة. على اعتبار دكتور أنه يعني لا يوجد شيء كامل في الدنيا، يعني مش فقط السعادة هي الوحيدة المتهمة بالنقصان، يعني في مقابلها النقيض اللي هو التعاسة هو في ازدياد مثلا. لا هي مو أنا بقول هي صور، يعني أنا لما أقبل على مهمة صعبة وأنا متوقع أنها صعبة، إذا تبين أنها صعبة ما في مفاجآت لأن أنا متوقع أنها صعبة وهي صعبة. جميل. لكن لما أقبل على مهمة صعبة وأنا أتوقع أنها ميسورة، حد ضحك علي ولا فهمني أنها ميسورة، فإذا ما اكتشفت صعوبتها حأصدم. إذن إحنا خلونا نقبل على سعادات الدنيا على أنها يعني منقوصة. جميل. فنرتاح لما تصير منقوصة يعني، وننبسط إذا جت يعني كاملة أو لما تزيد غير متوقعاتنا. إيه لما تصير أكثر من توقعاتنا نفرح أكثر. جميل. إيه. لذلك اللي هو قلت لك مطلب العقلاء دائما هو طرد الهم وليس السعادة. نعم. يعني لو خير عاقل بين، كما يقول ابن حزم، وهم أئمة يعني العقلاء يعني من 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 عباقرة أمة محمد من علماء القرن الرابع. نعم. يقول لو خير العاقل بين السعادة وطرد الهم لاختار طرد الهم، لأن طرد الهم أشمل وأدوم، على الأقل ما في شيء ينقص عيشتك. لا. ليش ما في شيء ينقص عيشتك؟ لأنه ما في شيء ينقص عيشتك. لا، لأنك ضبطت مخك على أنه ما في شيء ينقص عيشتك. طيب جميل. إذن دكتور في هذه الحالة كيف ممكن الأسرة وزوج وزوجة يطردوا الهم؟ حلو. يا سلام. شوف يا ستي، أولا خلنا نتفق على أن الدنيا هذه كلها اللي نشوفها موجودة بين أذنينا، وما في الواقع شيء، ما في الواقع شيء. نعم. زين، لا يوجد في الواقع شيء، يعني هذا اللي تشوفونه اللي في الواقع هي صور. نعم. انت ايش الفلاتر اللي مركبها عشان تشوف هذه الصور؟ والحقيقه الانسان العاقل يعيش مثل المصور، المصور حقيبته مليئه بالفلاتر. نعم. اخضر يطلع الدنيا كذا وقت الغروب، مشرق يطلع الدنيا دائما كذا مفتحه. نعم. والمصورون يعرفون ان الفلاتر لها دور في يعني اظهار الصوره كما تريد. جميل. العاقل عنده فلاتر كثيره، ولكنه يفضل فلاتر التفاؤل. بمعنى أنه الحزن هذا شيء اعتباري. شلون شيء اعتباري؟ يعني عندما أنت تعرف أن الله عز وجل إذا أوقع عليك شيء قد ترى أنه شر، أنت ترى أنه شر، لكنك لما تحكم الإيمان بالله سبحانه وتعالى فتعرف أن الله عز وجل لا يفعل لك الخير الذي تظن أنه خير، بل يفعل لك الأخير الذي قد تظن أنت أنه شر. جميل، جميل جدا. هذا فلتر يبي له شغل. هذا فلتر، يعني هذا فلتر لازم تركبه في مخك على أنه عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلتر موجود في كتاب. صحيح. الله، يعني فلتر. صحيح. من يصنع الفلاتر هي موجودة. صحيح. زين. صحيح. عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. لا مو بس كذي، بس عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فيبدأ في الكراهية. نعم. يتعامل مع الكره بتعقل، وفي الحب يتعامل مع الحب بتعقل، فبدل ما يكون يطير. نعم. لما يفرحه ويسخط لما يغضبه، يخفف السخط شوي مما يظن أنه سيء، بس ويخفف الفرح. تدريب. نعم. بس هذه يبغي لها تدريبات دكتور. يعني نجي للأثر. أيوة. النبوي عندي أنا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمس واحد شككني في الرواية لكني سأبحثها. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما. شوف وابغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أمين. هذا أنا طلعت مفهوم وجالس أكتب فيه، اسمه باعد بين النقطتين. كيف يعني باعد بين النقطتين؟ كيف يعني؟ البشر من عجلتهم ميالون لأن يشتغلوا بسويتش on off، شغال on شغال. زي بعض المكيفات لما تكبسي على الon تطلع، مثلا إذا كانت بعض مكيفات السيارات القديمة حتى. نعم. الجديدة اكبس off تطفى لمبة، مثلا إذا كنت محط المروحة خفيف ولا وسط ولا عالي،
اكبس واحد تخف المروحة ها؟ نعم. اكبس اثنين تطلع واحد تخش اثنين. في ناس يفكروا بهذه الطريقة دائما يفكر بنظام شغال مش شغال، شغال طافي. فتشوفه مثلا تقول له انت ايش احوالك الان، يقول والله سعيد. ترد تسأله بعد شوية ايش احوالك، يقول لك والله انا متضايق. فكأنما هو يفكر على نظام سعيد متضايق او غبي ذكي. تشوفه لما تقول له انت غبي يقول لك لا انا ذكي. انت ذكي يقول لك والله انا شكني انا ذكي، انا اظني غبي. الناس سبحان الله مع العجلة عندها ميل انها تفكر بثنائيات زي الكمبيوتر 0 1، الكمبيوتر يشتغل بنظام 0 1 0 1 0. فتشوف الناس دائما اذا جاي يصف نفسه يصف نفسه باحدى صفتين متطرفتين، عاقل غبي، مرتاح لا متضايق، مسرف لا بخيل، بخيل لا زين يصرف. يعني الناس ما تعرف المنطقه الرماديه، يعني اللي هي الاعتدال، اللي هي الاعتدال اللي وصل اللي هو الاقتصاد. نعم. وابتغي بين ذلك سبيلا. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وابتغي بين ذلك سبيلا. زين. واقصد في مشيك، اقصد قيل عن الاقتصاد وقيل عن القصد. هتشوفي أنه الآيات كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية مليئة بالاعتدال. نعم. مليئة بمد الخط بين النقطتين. يجي يقولك فلان غضوب وفلان بارد في منطقة اسمها منطقة الاعتدال في الأعصاب. فأنا دعوتي إلى من أراد راحة البال ومن أراد أن بس يخف عند توقع السعادة، لأن الحقيقة اللي يتوقع السعادة ولا يجدها يشعر بألم. إحنا قلنا الألم سببه هو الفرق بين ما توقعته وبين ما وقع. أنت تتوقع شيء وتجهز حالك فيقع شيء أقل منه وتصدم. صحيح. لكن لما تجي وتوطن نفسك على مد المنطقة الرمادية، نعم، والتعامل مع يعني منطقة الاعتدال والسبيل اللي الله سماه سبيل، يعني طلع طريق كذا بين نقطتين. نعم. طلع الطريق بين نقطتين. أنا حط الحقيقة حط لكم شوية نقاط. أيوة. يعني مثلا عندما يكون إنسان تقول له يقول لك هذا فلان حساس والثاني يا أخي حسه متبلد، لا فلان هذا والله ما عنده حساسية وهذا حساس. طيب ليش الناس تفكر بالطريقة هذه؟ أكو شيء اسمه يقظة، أكو شيء اسمه واحد يقول لك مثلا هذا ما يفوت شيء والثاني يا أخي هذا أبله سلبي، بينهما حاجة اسمها التغافل. حلو. أو الإغضاء. ها؟ أو الإغضاء. الإغضاء اللي هو أنا شايف ومش شايف، يعني عين مفتحة وعين مغمضة. صحيح. شوف، ولذلك شوف الفضائل كلها في المنطقة الوسط. نعم. مثل التيقظ أو اليقظة أو التغافل أو الانبساط أو الرضا أو الاقتصاد أو الحلم. الحلم منطقة بين العصبية والبرود. زين. أو الحب المفرط اللي ينقلب إلى كراهية. يعني أنا ما أحب اللي الجياش في عواطفه، تعرفين ليش؟ أعطينا منطقة وسط فيها فرق في المشاعر هذه بالذات، الحب والكرة. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هونما، الحب هونما. يعني أنا أذكر فسر لنا أكثر. أنا طلبت من زوجتي. ايه؟ أنا يعني بعد الغزو، بعد يعني بعد ما الغزو علمنا كثير، يعني مرحلة ما قبل وما بعد. أوه تعلمنا أشياء كثيرة لأن فترة تأمل. طلبت منها رجوتها رجاء أن تخرج حبي من قلبها. ولماذا هذا الطلب؟ لأني سأقوم بالشيء نفسه أنا حتى أهنأ بها وتهنأ بي، لأن الحب إذا صار في القلب يعور. يعني أنا تعلمت وجدت فيها التفاسير أن الله جل وعلا وهو غيور، الله جل وعلا غيور جل وعلا، يغار على عباده الذين يحبهم. لما رأى أن إبراهيم عليه السلام تعلق في إسماعيل أمره بذبحه. ليش؟ حتى يقول له أنه هذه المتع الدنيوية لو زالت تقتلك إذا تعلقت فيها تعلق شديد، فأنت حتى تهنأ بها بعدها شوية. وهذا اللي دعاني إلى أن أبحث وأكتب ورقة سميتها البعد البؤري للحب. البعد البؤري للحب. يعني المحبوبات. نعم. لازم تترتب كما تترتب الكويكبات. نعم. تترتب حول القلب. كما تترتب الكويكبات حول الشمس. حسب الأولوية. الأولوية لله جل وعلا. ليش؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديث القدسي، لم تسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. الله. فرب البيت اللي يعيش سعيد مع أسرته يجعل. نعم. في السنتر رب العالمين. ثم تترتب الأمور. أول واحد بعد الله جل وعلا نبي صلى الله عليه وسلم لأنه المنهج. نعم. ثم بعد ذلك مين الثالث؟ عمر الخطاب. صح. أنا
ليش؟ لأنه في النهاية أنا 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 المخدوم يعني أنا قل ربي شلون إيش؟ كمينة القيادة غفر لي ولوالدي صح؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير يعني نفسي أنا ثم بعدك تأتي باقي المحبوبات تترتب شرعيا. بالنسبة لي أنا أمي أولا ثم أبي ثم زوجتي، بالنسبة لزوجتي أنا أولا صحيح بعدها ثم أمها ثم أبوها، ترتيب شرعي مش أنا نجتهد فيه. هذا الترتيب والمسافات البؤرية هذه مدروسة ومطلوب شرعا أن نحددها. لما تترتب صح يا أخي الإنسان يحيا حياة. لكن دكتور معلش أستوقفك هنا قليلا. استوقفي زي براحتك أنا تبعك. لأن هناك بعض ساعات يعني مشاعر تكون خارج عن اليد، يعني خارج اليد بمعنى أنه هناك بعض الزوجات مثلا أو بعض الأمهات تقول لك مو بإيدي أنا هذا المشاعر، لا هي بإيدي أنا أحب زوجي حبا جما غلطانة وما عندي غلطانة كنترول ظالمة على المشاعر. أنت ظالمة. طب أبنائي أحب ظالمة حبا مفرطا ظالمة لنفسك. شوف يقول الإمام علي بن أبي طالب يعني أنا أقول لا معترض تماما. الإمام علي بن أبي طالب يقول لنا يحذرنا من بعض الحب كما حذرنا الحديث من قبل من بعض الحب، قال أحبب حبيبك كونما. يقول الإمام علي بن أبي طالب أشفقوا على أبنائكم من إشفاقكم عليهم، يعني ارحموهم منكم يعني ارحموهم من رحمتكم يعني عطوا حطوا شوية قسوة ولا حتفسد الدنيا، يعني حط شوية ملح في الأكل، حط شوية يعني سبايسي خلي سبايسي خلي كذا حتى الدنيا يصير لها طعم. ليه؟ لأن يا ستي الإنسان مجبول على اتباع شهواته، ومن شهواته أن يفرط يعني يقرب بين النقطتين اللي احنا قلنا له بعد بينهم. من شهواته أن يقرب، هذا اتباع للهوى. فلما تجي أم مثلا أو تجي زوجة وتموت في زوجها تموت فيه، أولا شوفوا سأراويك الضرر وين، أنها لما تموت فيه لما تموت فيه ترسل له إشارة أنها تموت فيك. هذا سبحان الله الإنسان في طبع يقول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. شو يعني رآه؟ يعني ضمن، حس بالكنترول، حس بأنه عزيز، حس بأنه مطموع فيه، على طول حيبدأ يمارس إذلال من طمع فيه. لذلك إذا عطيت مؤشرات على أن اللي قبالك مطمع حيذلك. تبين مثال؟ تبين دليل؟ روح شوف يدير العجزة، دور العجزة من يلقى فيها؟ أنا بقول يلقى فيها كل من كان شمعة يحترق من أجل أولادك. أي والله أي والله يا دكتور. أنت امرأة شغالة في العمل الاجتماعي وشغالة في هذه شغلش وبرنامجش اليومي، حتشوفي أنه من أفنى ذاته في الآخرين يلفظه الآخرون كقوقعة خالية. لذلك نبي شوية كرامة، نبي نقول للي هذه أفنت عمرها نقول لها لحظة شوية، ترى أنت لن تكسبي شيئا بفنائك هذا في الآخرين، أنت ستقتلين نفسك وتهلكين نفسك ثم في النهاية لا كرامة لك وتكونين مطمع للذي لا كرامة لك يعني. سبحان الله أنا ما وجدت أما أو أبا أفنوا أبناء أنفسهم في أبنائهم إلا وهم ظالمون لأنفسهم ولأبنائهم. أشفقوا على أبنائكم من إشفاق، هذا قول حكماء ربانيين الله جل وعلا علمهم. حكماء ربانيون أو قول حكماء ربانيين الله جل وعلا ألهمهم علمهم. زين، فنحن لن نكون يعني المحب بلا ضوابط ولا شروط ممكن يرتكب جرائم. صحيح، يتجاوز في محرمات، يسكت عن خروقات، لكن الذي يحب ضوابط يستطيع أن يقول لا، لو أن فاطمة صلى الله عليه وسلم بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا سلام. نعم، الحسن عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم ريحانته وسيد شباب أهل الجنة يمد يده على تمر الصدق، عايز تمرة، طفل واشتهى تمرة، عمره 3-4 سنين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا حبيبي لا، هذا لا يحل لآل محمد، كخ إن هذا لا يحل لمحمد. طب يبكي ما يبكي ألمه، بس ما أسوي غلط علشانه. حب مدروس، حب موزون، حب جعل في السنتر رب العالمين، ثم بعد ذلك تترتب المصالح. لما نصل للتوازن يا سلام يا حلو الدنيا، وصلنا للسعادة. يا سلام، وصلنا أصلا حنعرف أن السعادة مطلب عسير. فحنصل لراحة البال على الأقل يا أخي. جميل جدا. طب دكتور سوف نقف عند هذه الجزئية، مشاهدينا الكرام في كل مكان سوف نتواصل مع حضراتكم مباشرة بعد هذا الفاصل وأدوات السعادة والتي سوف يطرحها علينا دكتور إبراهيم الخليفي، تابعونا بعد هذا الفاصل.
بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من حلقات موسوعة الأسرة، ومباشرة نتابع الحوار مع دكتور إبراهيم الخليفي. دكتور يعني جميل، أشرت إلى جزئية هامة جدا بأن طرد الهم هو وراحة البال هو مفتاح السعادة. يعني نعم. حتى واحد ما تكبر توقعاته صح. وبعد ذلك يصدم صح. بالواقع صح. طيب يعني في هذه الحالة دكتور، ألا تعتقد بأن لو خصصنا الموضوع على الزوج والزوجة، ألا تعتقد بأن على الزوج والزوجة أن يكون لديهم مهارات خاصة لصناعة، لا أريد أن أقول السعادة الزوجية، لكن أقول لصناعة الوسائل التي يفترض أن يستخدموها حتى يطردوا الهم عن أنفسهم نعم. وبالتالي يعيشون بقليل ولو حتى بقدر قليل من السعادة. صحيح صحيح. شوفي ستي، رب العالمين علمنا حاجة اسمها الرضا نعم، وحاجة اسمها القناعة. والرضا والقناعة هي أيضا في المنطقة الرمادية نعم، لأنه ضد الرضا السخط أكيد زين، ومن الجهة هذا من الجهة السلبية مصر على النقطة الرمادية دكتور، منطقة رمادية لازم هو لازم العاقل دائما كذا، العاقل دائما يعني يرى أن المسائل بإيده مش مفروضة عليه. يعني هنسولف بعد شوية عن التحكم ها؟ نعم التحكم وعن الاختيار، وهذه قوة هائلة الله سبحانه وتعالى زودنا بها، لو ملكناها حنملك المنطقة الرمادية وحنملك الفقه وحنملك أن نسير حياتنا إن شاء الله تعالى تسيرا مريحا. نعم. فبقول أن الراضي هو في منطقة بين التوقع الزائد زين وبين السخط واليأس من أن يكون يعني أن ما يجي له خير. فالراضي إن جاء له شيء يسره سر، وإن جاء شيء مما لا يسره يقول الحمد لله رضا الحمد لله لم يسخط هذا طيب. قدر الله. هذا الرضا نحب نذكر أنه هو القدرة على أن يجي الإنسان إلى توقعاته ولما تكون أقل يعني أكبر من واقعه. يعني واحد مثلا واحدة مثلا حلمت في يوم من الأيام أن يكون بيتها بالشكل هذا وزوجها بالشكل هذا وأولادها بالشكل هذا فوق خير زين تمام زين القصص حلو حلو. ثم بعد ذلك طلع هل اللي شفناه مش فارس ولا شيء على قد حاله، ولد عمها مسيكين على قد حاله نعم. شو تسوي؟ هي عندها خيارين حتى تصل للمنطقة الوسيطة هذه، المنطقة الرمادية، المنطقة اللي هي منطقة راحة البال. إما أنها وهذا متاح نعم. أنها تصغر طموحاتها شوية وتحس أنها يعني شوية حششت راحت بعيد وعملت صورة يعني رومانسية وردية لواقع ما ينسجم فصغرت شوية، أو أنها لا والله تشتغل عليه، تربي تثقفه، تزيد من قدراته، تعديل تعمل يعني واحد يقول لي مثلا يقول يوم يشتكي يقول لي مثلا أنا مش مرتاح في الطعام مع زوجتي، ما تعرف تخدم على الأكل واصل إلى منطقة الحزن، لأن يعني عايزه يقول لها. قلت لي يا أخي بدل ما تقول لها دخلها في معهد، دربها بدربها علمها سهل. تعرف شلون؟ جيب خدامتك أو شغالتك ودخلها في معهد وقول لها اعملي الاستفرة بالشكل هذا. يعني افرض واقع معين، انت اشتغل على تغيير واقع معين، الناس تستجيب. صحيح. لأنه للأسف الشديد أن الناس إما أن يكون عندهم رؤى مو قادرين يوصلونها وبالتالي هم محبطون ومو قادرين يوصلونها لأنهم لا يريدون أن يغيروا واقعهم. أو أن تكون رؤاهم حالمة كثير وبالتالي مش قادرين يغيرونها ومصرين عليها، وبالتالي تصير الشقة والمسافة بين ما توقعه وبين واقعه مسافة يعني تمزقه. فإحنا نقول أنه من أراد السعادة عليه أن يصل إلى منطقة الرضا، ومنطقة الرضا هو القدرة على أنك تلعب بالكرتين، كرة التوقع تصغرها وكرة الواقع تكبرها حتى تخلي المسافة يعني أو البون بينهما ما أمكن قليل. طيب دكتور يعني معلش نقف قليلا في وتحديني بعد علشان لا عشان أنا أتحداك أنا أخشى أن في الصالات معترضين على هالكلام، فأنت تمثلين اللي في الصالات بالضبط. تفضل نقف قليلا يعني يعني حضرتك كأنك أعطيت يعني نموذج مثالي
للزوج والزوجة، ونحن حقيقة وين الواقع نكون يعيل؟ نكون شفافين. يعني من منا يستطيع أن يصل إلى مرحلة الرضا والتوازن بين النقطتين المبتعدتين والبعد البؤري للحب؟ يعني هذه مثاليات يا دكتور. في بديل يا ستي، ما هو بديل؟ يخبط رأسه بالحيط. ما أنا قاعد أقول لك، يعني أنا قايل لا، يعني واحدة مصرة على الصورة اللي في بالها، نعم، ولا هي راضية تقبل بواقعها. ما في بديل، الحمد لله، في أربع حيطان وسقف وجدران، تضرب رأسها في الحيط. يعني هي في النهاية هي يا تصدق هالكلام يا تتحدى. يعني إحنا قلنا، إحنا ما قلنا، قلنا لك يا تشتغل على توقعاتك تنزلها، يا تشتغل على واقعك تغيره، يا أنك تقعد متمزق قولون وقرحة في المعدة وسكري وثعلبة وهرش. صحيح. أنا بعد قايل لا، صحيح، ما هو الدنيا كلها اختيارات. الدنيا يا ناس، يا ناس، الدنيا اختيارات، حد أجبر حد يعمل شيء، أو طلاق وتفكك ويعني وتصير عراك ومشاكل وخصام، كل اختيارات. نعم. يا ست، أحسن اختياراتك، إحنا ننصحك نقولك أحسن اختياراتك. هذه القوة الثانية اللي أنت سألتيني يعني شلون إحنا نوصل للرضا. فعل قوة الاختيار. شوفي، أنا في مثال يذكره الدكتور بشير رشيدي أستاذنا الكبير، يقول خليج هذا في يوم من الأيام كان فقير، وكانت دوله تحسن إلى بعضها البعض، نعم، وهم لا يعلمون أنهم جالسين على ثروة الدنيا. تصوري، يعني إحنا إلى الثلاثينيات، وحتى الثلاثينيات ما قدرنا نعمل شيء لما انتهت الحرب العظمى، نعم، إلى الأربعينيات ونحن فقراء، وكو مسجد بني في الكويت، والله بني في الكويت، مكتوب عليه بني هذا المسجد على نفقة أحد المحسنين الهنود، هندي محسن راح بنى. كان في لجنة في الهند اسمها لجنة فقراء الكويت، زي حين لجنة فقراء أفريقيا ولجنة فقراء البنغال ولجنة كذا. إحنا كنا في يوم من الأيام عندنا في لجنة الناس تحسن للكويتيين وتحسن للخليجيين وتحسن، بس الثروة تحتنا. متى استثمر الثروة؟ لما اكتشفناها من كذا؟ أكيد. أكو ثروة اليوم عندنا لم نكتشفها. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومعه ثروة هائلة، عملاق جاثم في وسطه لم يحركه حتى الآن، اسمه الاختيار. الله. أي في فرق. ناس، أي طبعا الاختيار. في ناس يظنون أنهم مجبرون أن يعيشوا العيشة اللي هم عايشينها، وهذا غير صحيح. هو مجبر، هي مجبرة أن تكون كما هي في وضعها الحالي، ست مكتئبة، مجمع هموم مع هذا الزوج الذي. طيب دكتور معلش. إيه إيه إيه. معلش. إيه. قد تكون الظروف أجبرتها. أكمل بس يمكن هي مش مجبورة. أكمل. نكمل. زين. هي تجي الآن واقعاً واقعاً صح. نعم. يعني لما تسرد حالتها واقعها صح، كلامها صحيح. تقولها أنت عندك اختيار، تقول لا أنا ما عندي اختيار. فعل. أيوة. لذلك الناس ابتكروا ظلماً وعدواناً. اسمه. شيء اسمه غصباً علي. ظروفي أنا، حظي، طبعي، حظي. الكلمات التي أولا في الدنيا تهلك الإنسان وتحبط أجره، وقد تريده المهالك، تريده جهنم. يعني أنا لا أؤمن بحاجة اسمها حظي. الحظ ذكر في كتاب الله عز وجل في سياقات، إن كان الذي قاله رب العالمين فهو سياق إيجابي، وإن كان الذين قالوه البشر دائما يكون سياق سلبي. قارون إنه لذو حظ عظيم. الحظ هو ظنون يظن الناس أن زي القمار، والله الحظ هنا. حد يقول دنيا حظوظ. الدنيا حظوظ، هي حظوظ، بس وين حظك؟ حظك بيدك، حظك سعيك، حظك ما قسم الله لك. زين، حظك الرضا، حظك كنز الرضا إن وجدته، حظك أن تسعى والله عز وجل يعطيك. يعني تقدر تصنع حظك بيدك؟ حظك بيدك. وأصلا جميل، الحظ إن كان من جهة البشر فهو بأيديهم، نعم، وإن جاء من قبل الله عز وجل فمعناها الفوز. إحنا نملك أني أنا أحدد الفوز، أنا أملك أني أشتغل. نعم. لما أشتغل أنا أحدد حظي. جميل. زين. يعني لما أنا أشتغل يجيني حظي. زين، وأقبل بما قسم الله لي، لكني أسعى 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 أني أحصل على أفضل شيء، فإن لم يأتي فأقول ما قسم الله خير. طيب إذا نعود موضوع الاختيار. زين. أي الاختيار. فضلك. الاختيار اللي هو أكبر نعمة حضرتك أشرت إليها، بأنه بيدي أن أختار. لا بيدي أمر.
أن أستمر مع هذا الزوج مثلا أستمر. أنا دائما أحب أضرب المثال على الزوج كونه موسوعة أسرة حقيقة، يعني بيدي أن أختار أن أستمر مع هذا الزوج الذي هو خالف توقعاتي وتصوراتي المتعلقة بالسعادة، واللي أنا عندي فيها أمان متعلقة من هذا الشخص سوف يحقق لي سعادة ورضا كبيرة، أو أنه باختياري أن أرحل. لا، في اختيار ثالث ألا وهو أني أشتغل عليه وصور أنا القدوة، أخذ الريادة. طيب ما رأيك نأخذ رأي الجمهور دكتور؟ أكمل بس الفكرة؟ أنا أخذ الريادة يعني هو مش هيجلب لي السعادة، وأنا عندي بديل أني أنسحب. في بديل ثالث وهو الأفضل والأقوى، أني أنا أصنع السعادة، أنا أصنع عيونات السعادة. هذا هو بيت القصيد. أنا 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 الآن أنا أقول هذا الرجل مو عشان يطلب مني يسعدني، أنا سأسعد نفسي وسأسعده بما يرضي ربي وسأسعد أبنائي وسأمارس. يعني كثير من النساء لما بدأت تطنش سعدت. اي والله، واكتشفوا طنش تعيش وما اريد اعرف وما اريد اسمع وما اريد اسمع وما تجيبوا لي اخبار والتغافل ما تخبروني عنه وخلوني اعيش يومي. صحيح. وهنا الحمد لله احنا بنعمه وخير نعمه وخير، وبدت تستذكر نعم الله عز وجل عليها. صحيح. وتسترجع طاقتها ودشت لها في نادي صحي ودشت حفظت كتاب الله عز وجل مع مجموعه وغيرت مجموعه الاكتئاب اللي كانت تعيشها وسكرت ودنيها على الخير والقال النسائي اللي كانوا كذا كذا وغيرتهم بمجموعه اخرى صالحه. صحيح. و سوت شويه حركات وشعرت بالسعادة. تدري شو يصير الزوج؟ الزوج اللي حيبدأ يلتفت انتباهه إنه إيش صاير؟ ما تسأل عني. هذه تغيرت، فيبدأ هو يلحقها. صحيح. زين، فإحنا ليش نهمل هذا البديل وهو بديل بإمكاننا اختياره، بإمكاننا أن نختاره، لأننا إحنا شلينا قدراتنا في الاختيار، شليناها، قبلنا بأنه كأنما المسائل خلاص ثابتة لا تغيير، وبالتالي يعني إحنا في النهاية أنت ستلام وأنت ستهلك. أنا اللي بقوله فعلوا قوة الاختيار فإنها أقوى قوة الله سبحانه وتعالى يعني صنعها. بارك الله فيك. وأوجدها. بارك الله فيك دكتور على هذا التوضيح. سوف نذهب مشاهدينا الكرام مباشرة إلى ضيوفنا هنا في الاستديو. سمعت يعني رأي الدكتور بأن السعادة هي اختيار أن للزوج والزوجة يعني بالرضا والقناعة بالوضع الذي هم عليه، أو أنه تقوم الزوجة زوجة بعمل تدريبات معينة لتغيير من واقعها الذي يخالف توقعاتها. ما رأيكم؟ هل لديكم أي رأي في هذا الموضوع؟ أنا بس في سؤال للدكتور. تفضل الميكروفون لو سمحت ونتعرف عليك. المايك لو سمحتي. تفضل. سؤالي بس للدكتور، ماذا لو كان الاختيار غير صائب في الحالة دي؟ ماذا لو كان؟ الاختيار غير صائب. جميل. جميل. تعلمنا شيء أنه اختيار غير صعب. إذا كانت النية طيبة والمقدمات لهذا الاختيار علمية والإنسان تحرى في وجه الله عز وجل، على الأقل أخذ أجر وازداد حكمة. يعني أخذ أجر، لأنه الذي يجتهد فيخطئ له أجر. زين، بس شرط أنه يقدم مقدمات صحيحة للاختيار، يعني ما يختاره هو منفعل ولا يختاره ويأخذ أي كلام ويختار، لا، إذا قدم مقدمة صحيحة ثم اختار فهو أولا يعني أجر. الأمر الثاني، لاحظ معي أخي الكريم أنه لن يبلغ أحد قوة الدقة في الاختيار حتى يخطئ. نعم. يعني أنا لو كنت من الذين يفوزون بمسابقات الرماية الدولية هذه، لرحت عملت للخراطيش الفاضية اللي ضربتها وأخطأت فيها، عملت منها كذا مجسم وسميته مجسم النجاح، لأن الذي أوصلني لهذا النجاح هو هالخراطيش الفاضية التي أخطأت بها. أحسنت. عرفت؟ فأنا يا سيدي الخطأ، نعم، الخطأ ليس دليل الفشل بل دليل الحرص. نعم. وإن شاء الله المرة الثانية تنشن أكثر. نعم. إن وتأخذ أسبابك أفضل. فإحنا نخطئ وماله؟ جميل. ليش ما نخطئ؟ يعني نتعلم. الخطأ هو اللي يخلينا طبعا يحفزنا إن إحنا. يا رجل الذي يخاف من الخطأ لن يعمل. صحيح. إنما يخطئ العاملون، خذها قاعدة. صحيح. عايز ما تخطئش ما تعملش وارتاح. طيب نسمع ايضا راي اخر. تفضلي اختي الميكروفون اذا سمحت. بتعرف عليكي. نجوان عادي. اهلا وسهلا. الزوج والزوجه في طرق البحث عن السعاده بتختلف طريقتهم عن بعض؟ ايه طبعا. الزوج يكثر من الاشتراطات ويحب الاشياء الجاهزه وعايز يعني لا يتعب نفسه كثير في
في فرضية نعم. عندنا في الشرق السعيد أن سعادة الأسرة مسؤولية الزوجة، هذا ترهات يعني، هذه ترهات. وأنا أجي عايز بيت سعيد وعايز 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 وعايز، وأنت إيش؟ أنا ضيف على هذا البيت، أو يعني زي اللي نازل له في فندق نعم. وكذا وكذا، هذه طبعا صعبة. فإن قابلها امرأة قبلت بهذه التوقعات واشتغلت على موضوع السعادة، ستحظى بزوج سعيد وبشوية تعب، وفي النهاية إذا تعايش ما عندنا مانع. لكن احنا بنقول للزوج، لكن أنا أخشى، ما أخشى أنه البنات وعوا هذه الأيام وعرفوا أن السعادة مسؤولية الاثنين، وبالتالي لما يجي يقول لها أنت وين دورك في إسعادي، حتقول له طيب أنت دورك وين أيضا في إسعادي. فكأنما الكفة الآن قاعدة تتأرجح نحو إيش؟ إلى الزوج علشان يتعلم شوية مهارات في الإسعاد. طيب دكتور إيه؟ هنا يعني أريد أن أطرح على حضرتك سؤال وأنضم يعني إلى الأخوة ضيوف. هل في هذه الحالة إشباع حاجات معينة سواء كانت حاجات فسيولوجية، حاجات كل الحاجات الزوجية التي متعرف عليها، هل إشباعها متوقف أو سعادة زوجية متوقفة على إشباع تلك الحاجات؟ بمعنى أشعر سعيد الآن، أو إكس من الناس يشعر بأنه سعيد الآن لأنه أشبع في شغلة في شيء معين، لكن بعد ذلك يرجع ويشعر مثلا بأنه غير سعيد إلى أن تشبع حاجته مرة أخرى. لا أنا ممتاز، هذا كلام طيب، هذا كلام طيب. هذا يمكن في الحلقة القادمة سنتكلم عن كيف تهيئ الأسرة لموضوع الأولاد، وإيش يعني الأسرة اللي هي ممكن أن تكبر وتستوعب فرد آخر غير الزوج والزوجة. لكن هو باختصار شديد ميكانيزم إشباع الحاجة ما يلي: أنه الإنسان يكون متوتر، الحاجة متقدة في ذهنه على هيئة صورة ذهنية يسعى لها، عايزها تجي، إما أن يفصح عنها، وبعض الحاجات قابلة للإفصاح عنها، أو أن يتأبى أن يفصح عنها لأنها في حرج، أو يشعر بالذل، أو يعني هو المقابل يعني للدرجة دي مش واخذ باله، مش فاهم أني أنا عايز كذا، ما نديته إشارة نعم. زين من غير تفاصيل فيظل متوتر 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 متوتر، بعدين يصير عنده هبوط في الطاقة النفسية أنه عايز حاجته فتهبط طاقته. هبوط الطاقة النفسية سبحان الله يصحبه أنها الطاقة النفسية الهابطة حتبدأ تتجمع على هيئة سهم يوجه صاحبه بما بقي من طاقة نفسية نحو تحقيق هذه الحاجة، فيبدأ عادي يغير من أساليب طلبه لهذه الحاجة. فأول مرة يمكن يقولها بالتعبير، ثاني مرة يقولها بالإشارة، ثالث مرة يقولها على هيئة غضبة، رابع مرة يقولها على هيئة يعني تسريب، حتى تهكم، نغزة، مزحة ثقيلة، ما يقولون نغزة حركة عنيفة أحيانا يعني. بعد ذلك عراك وخصام. فإذا ما اصطدم بحاجز يقول له لا، حاجتك مش هتلبى، عنده بدائل. البديل الأول أنه يستمر في التنويع، الزن والون يعني. البديل الثاني أنها تحقق مع كثرة المطالب، يكسر الجدار وتحقق. البديل الثالث أنه يتحول إلى اللي هي نسميها احنا ميكانيزمات بدائل اللي اشتغل عليها فرويد، وهي 10 بدائل التي يفرز فيها القلق، اما على هيئة عدوان، او على هيئة نكوص وانسحاب، او على هيئة احلام يقظة، او على هيئة يعني تبدأ تطلع عنده شوية يعني مشاكل نفسية، احلام أي انسحاب. في 10 بدائل ذكرها فرويد وأبدع فيها الحقيقة. أو أنها تطلع على هيئة أمراض سيكوسوماتية، يعني إيش؟ قولون، تشوف الست طلع لها قولون، ولا بدت تأكل وتسمن، بدت إيه؟ لا، الأكل والسمنة هذا من أحد ميكانيزمات الاكتئاب زين، لكن بدت مثلا يصير عندها أعراض دوخة، بعض النساء يتساقط شعرهن، صحيح، يطلع بهق على الجلد. أكيد. واحدة أنا أعرف مرة واحدة مسكت ركبها وشلت شلل نفسي مش عضوي، نسميها الأمراض السيكوسوماتية، القرح، أمراض القلب، الشرايين، هذه كلها اليوم نتيجة رغبات مكبوتة لم يفهم اللي مسؤول عن إشباعها. وأنا هني بقول أن المسؤول عن إشباعها الشخص نفسه، لأن من فضل الله علينا أن إحنا الرغبات ممكن أن تصرف زي العملة،
كان اكسشينج يعني بدل انا عندي ريال اقدر اقلبه دينار، يعني اكو رغبه ممكن ان اعبر عنها بطريقه. ومن رحمه الله جل وعلا ان الجنس قابل للتصريف، الجنس يمكن هو الرغبه الوحيده اللي زي عامله زي الدولار، لا حد يزعل علينا كيف يعني؟ ان عملتنا ما عندنا عمله شيء زي الدولار، تقدر تغيره الى 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 اي شيء يعني. الجنس كونفرتبل يعني كونفرتبل، لانه ممكن تعيش من غيره يعني. انا ممكن ما يمكن اقدر اعيش من غير اكل لمده تطول، انا بالنسبه لي يمكن تزيد عن 3 ساعات، لا لا اكثر شويه زين يعني 10 ايام ممكن الواحد يجوع، بس الميه لا اقل اكيد، قالوا 6 ايام زين. اذا الجو بارد طب والهواء ايش كثر نقدر نصبر عنه؟ ابدا ما نقدر. النوم ايش كثر نقدر نصبر عنه؟ ما نقدر. اذا كل الحاجات لها وقت، الاساسيه لها وقت الا الجنس. ممكن يعيش الانسان طول عمره متبتل ويفرغه بالرياضه فانه له وجاء كما يقول صلى الله عليه وسلم، ويفرغه بالصوم فانه فهو عمله قابله للتبديل. حتى بس ايش نعرف ان هالعمله هذه بالذات المتبتلين والمتبتلات من الذين يعني او الصابرين والصابرات على هالمساله هذه، لا هذه كونفرتبل. نعم. بس القضايا الاخرى لا، لا ممكن ان تكون مميته قاتله. فانا بقول هناك حاجه اخرى ايضا مهمه جدا، هي الحاجه العاطفيه، حاجه للامومه، الحاجه الامومه قابل لانك انت تجي تتبنى حد بس تنسبه لاهله بالضبط زين. الحاجه مثلا للسيطره، انت ممكن تروح تشتغل لك في جمعيه يعني مثلا عمل تطوعي وتصير قائد وكذا، يعني كل الحاجات قابله للتصريف للعقلاء. اما الذين ابوا الا الاصطدام بالجدار فأنا أخوفهم من الأمراض السيكوسوماتية، وأخوفهم من مشاكل الاكتئاب وما أكثرها. نعم. فأنت يعني أرجو أن أكون أجبت على السؤال. لا، الأمور من كان له حيلة فليحتال، من كان له حيلة، وإلا فإن الاصطدام بالجدار مزعج. نعم. مزعج لك أنت يا إنسان. جميل. من كان له حيلة فليحتال. نقف مع هذه الجملة الرائعة مع دكتور إبراهيم الخليفي، ثم نعود بعدها مباشرة مشاهدينا الكرام لكي نتواصل في مع الجزء الأخير من حلقتنا لهذا اليوم. فاصل وبعدها بإذن الله نتواصل. كنا من جديد إلى هذه الحلقة من حلقة موسوعة الأسرة، كيف نصنع السعادة الزوجية؟ هذا هو موضوع حلقتنا مع دكتور إبراهيم الخليفي. قبل أن أنتقل إلى الدكتور، اسمحوا لي أيضا أن أخذ بعض المداخلات من الأخوة ضيوفنا في الاستديو. تفضل أخي نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي عصام. لو سمحت دكتور أستفسر على سؤال بس. تفضل. كيفية إعادة السعادة الزوجية في حالة فقدها والمحافظة عليها؟ كيفية إعادة السعادة الزوجية؟ يعني هو كان في سعادة وراحت. ممتاز. نستعيدها. ممتاز. 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 يعني أنا لما يكون عندي سيارة وكانت شغالة كويس بعدين عطبت وخربت يعني السيارة، إيش أعمل؟ إيش أعمل؟ أصلحها. ما لم أنا أرغب في أن أتخلص منها، يعني إذا هي محلتيش اللي هي على قولت أخواننا المصريين، شو أسوي؟ أصلحها. فلما الإنسان يعتقد أن مركبة الزواج هذه مركبة يعني حتمية وأنا مصر عليها ومش عارف، لازم أصلحها صح؟ فإذا كل شيء قابل للإصلاح، كل شيء قابل للإصلاح بدون إلا دكتور؟ ما في استثناء. بدون إلا؟ أنا ما أرى في استثناء. طالما الإنسان يغرغر، إذا كان الكفر والشرك قابل للتغيير بالإسلام، وإذا كان الإسلام بعد كفر مقبول، شوف يعني إنسان أسلم ثم كفر ثم أسلم، ما لم يغرغر مقبول. ما لم يغرغر يعني ما يغرغر. لم تصل ما لم تخرج روحه. نعم. فمدام إحنا في دار الاختيار الحي مقبول منه أو مطلوب منه أن يترقى ولا يلتفت يقعده ذنبه أو مشاكل. يعني واحد مثلا أساء إلى امرأتي ولبخ وبعدين سبب الاكتئاب لها ولأولاده ثم أفاق، ما يصح يقول بعد ايش ولا ما يعني لا ينفع المدري، لا لا كلام هذا كله من الشيطان، لا ينفع. ينفع. ينفع يعني في مثل يقول لا ينفع العقار فيما افسده الدهر، هذه كلمة دائما لا ينفع العقار فيما افسده الدهر. هو العطار مش العقار، العطار. لا يصلح العطار ما افسد الدهر. الان حتى اثبت طبعا اثبتت عمليات تجميل لانه العطار يفسد يعني يصلح ما يصلح كل شيء حتى لو وصل الوجه الى الركبه يعني يسحبوا فيه بالك حياه زوجيه يوصلوا لك اي
إنما أنا بقول إنه في الحياة الزوجية مجال الاختيار والتغيير، لكن يجي الشيطان يقول لك لا، يكبر الحبة يعمل منها قبة. صحيح. لكن العاقل لا، يعمل من القبة حبة. جميل. يجي يقول من يعني إن كان مخطئا يعتذر. نعم. يستغفر لربه ويعتذر للعبد ويصلح ما أخطأ ويصلح. والناس عندما تتغافر وتبدأ تتعاون وتبدأ تتسامح يصير أفضل. ولكن إذا أصر كل واحد على طرفه وقالوا خلاص هذا نهاية المطاف. نعم. أنا أبشرهم بأنه سينتهي المطاف، ولكن هي طبعا لأن بأيديهم أن ينهوا وبأيديهم أن يبدأوا بداية جديدة. نعم. ويعني وتكلمنا أعتقد في حلقة الطبع والتطبع دكتور لو تذكر يعني الاختيار. إيه؟ أنا دائما سبحان الله يعني واحد ممكن يغير من طبعه، ممكن اختيار. جميل. التاء احنا قلنا التاء إنما العلم بالتعلم وإنما العلم بالتحلم، والتاء دي احنا سميناها تاء لا يا دكتور عندنا إياها مرة ثانية هذه التاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم مرة ثانية. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. زين. نعم. وقد يعني أنا عندي ديواني، ديوان الشعر اللي سويته إن شاء الله سأنشره قريبا، سميته تاء السماء. تاء يعني السماء باعتبار اسم تاء السماء. زين. ترفع الرفيع أو يعني تنهض بالوضيع إلى المكان الرفيع. التاء دائما هي تاء التغيير، تاء الطلب. يعني أنت عندما الله جل وعلا يقول تعالوا يعني اعلى، يعني اعلو، اطلبوا العلو. لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا. يعني ايش؟ يعني مثلوا، يعني تدربوا، يعني وطنوا انفسكم، يعني اشتغلوا على الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول انما العلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم، يعني بطلبه، تسمونها تاء الطلب. وانما الحلم بالتحلم، حتكتشف ان التاء دي هي اللي تصنع الحياة السعيدة. تاء يعني تاء التدريب. إذا الحل في التاء دكتور. أوه. إذا الحل كلها في التاء. ما احنا قلنا الاختيار. حرف بنقطتين هو اللي يعطي السعادة. احنا سميناها تاء التدريب. نعم. تاء التدريب، تاء التطبع. يجي واحد يقول طبعي، نقول اللي يقول طبعي نقول له أنت هالك. لأن لا يدخل الجنة إلا التطبع. نعم. إلا مقاومة الطبع. يعني التاء هنا تأتي لما تدخل على الطبع تصير تطبع، يعني مقاومة الطبع بتطبع جديد وبصناعة لسلوك جديد. وصناعة لسياق جديد وصناعة لسعادة جديدة بيدك. صحيح. الله جل وعلا من رحمته ومن عدله أن أعطانا الأدوات كلها، بس فينا من يشغلها وفينا من يشلها. صحيح. فينا زي اللي عنده ورشة فيها كل الأدوات وفينا يعرف يستخدمها. لا نقول لك استخدمها. إذن يستطيع الـ الـ الأزواج حسب يعني الرد على الأخ إيه؟ إعادة إنعاش بيدي. السعادة إذا جاز التعبير أنا أقول إنعاش بأيديهم. أي 100%. جميل جدا. 100%. لا في ناس يروحوا يدوروا واحد يقرأ عليهم ويقول لك عين وسحر. أي. وندور لنا واحد نسافر له عشان يقرأ علينا. هذا كله أنا عن نفسي أنا أؤمن بالرقية الشرعية أكيد، ولكن أقوى من ذلك أن يقرأ الإنسان على نفسه. هو التاء. أقوى من ذلك أن يشتغل الإنسان على نفسه. أقوى من ذلك أن يرقي الإنسان نفسه. نعم. أن يكون يقينه بأن الله جل وعلا قادر. إنما الإنسان اللي جاي والله يقول لك يضع نفسه بين يدي المقرئ ويقول لك يلا اقرأ وحرك. أنا أعتقد هي أصلا المقرئون الشطار هم القادرون على الإيحاء، يوحي لهذا أنك أنت خلص. فهو من يؤمن اللي مقري عليه أنه أنا طبت يطيب. إذن هو قراره مش قرار المقرئ. صحيح. وكذلك المعالج الطيب هو الذي يقنع من يعالج بأنه بإيدك. جميل. فهو قرارك، يعني في تحسبها تطلعها فوق تحت، هي قرار الشخص. نعم. جميل. طيب دكتور نعود مرة أخرى إلى يعني فن صناعة السعادة الزوجية. يعني حضرتك عطينا يعني بعض الآليات وبعض الأدوات، يعني بعض الفنون اللي ممكن إنه الأخ الأزواج يستخدموها، سواء كان الرضا سواء كان الاختيار. يعني هل من مزيد؟ والله يعني الحركة مطلوبة. يعني الحركة باتجاه المقابل مطلوبة. بقول لك ليش سألت هذا السؤال دكتور، يعني خليته سؤال في المطلق، لأنه هناك من الأزواج يقول بأني أنا أفعل كل ما بوسعي ولكن هو مش سعيد. مين اللي مش سعيد؟ الطرف الآخر. مين الطرف الآخر؟ الزوجة مثلا تقول أنا أحاول قدر الإمكان أن أسعده،
أن ألبي رغباته، أن أفرحه. مسكينة هذه. لماذا يا دكتور؟ احنا نسينا نقول أنه مسؤول إسعاد المقابل ليست مسؤوليتي إطلاقا. زين ذكرتك. إطلاقا إطلاقا أنا مش مطلوب مني أسعد زوجتي، ليس مطلوبا مني يعني أن أسعد زوجتي ذاتي. أنا أسعد عشر. ذاتي. شوف أنتم مركزة على الذات. صحيح. صحيح. أسعد ذاتي. نعم. وأحرص أن أضعها في مكان رفيع. ومن المكان الرفيع أن أفعل ما يرضي ربي. نعم. لزوجي. مش علشانه. لأنه الله طلب. لأنه عشاني. علشاني. علشاني أنا. فأجعله وسيلة لإرضاء ربي. شوف. وأفعل كل ما يرضي ربي. أجعله وسيلة هذا لإرضاء ربي. احنا قلنا أولئك الذين يدعون يعني اللي أشركتم بهم يا كفار يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ما هو هذا شأن الصالحين والأنبياء ممن عبدهم. في ناس عبدهم أقوامهم كونهم يعني صالحين فعظموهم ثم عبدوهم. نعم. فالله عز وجل يعيب على العابدين يقول لهم هل أنت عبدتوهم يا اللي ما تفهمون حاشا السامعين. نعم. ترى ذولا كانوا لما كانوا أحياء أولئك الذين تدعون يعني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كانوا يتوسلون بالأعمال الصالحة حتى يكون مين أقرب إلى الله. فأنت فيما تشتغل من وسائل أنت تبي تكون أقرب إلى الله. بس أجبتني حقيقة أنه أعتبره وسيلة للتقرب إلى الله. والقرآن يقول كذا. لو كل زوجتي وسيلة لإرضاء ربي. جميل. يعني لو كل زوج وزوجة دكتور يعني يعتبروا الطرف الآخر وسيلة لإرضاء الله ورب يكون بأم السلام والاستقرار. يعني هنشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة. أنه لا تقوم الأسرة السعيدة إلا على خريطة. خريطة. أيوة. الخريطة هذه تؤدي إلى الله عز وجل. قصدها الله، مقصدها الله. لما يكون مقصدك الله والله أنت تسعى رضا المقابل. نعم هذا الأصل. طب افرض أنه أصر وعاند وفجر وفاجر فجر في الخصومة بل كان ظالما، ما يضرني. إذن يجب أن ما يضرني لأن ثبت أجري وأرضيت ربي وأسعدت حالي. جميل. فهو وشأنه أنا إيش أعمل. يعني حضرتك الدكتور كأنك مش كأنك وهي وصلت الفكرة للجميع وأنا منهم يعني دكتور بأنه أسعد نفسي أولا أو أتفنن في صناعة السعادة لذاتي أولا. إيه. ثم بعد ذلك أعطي الآخر. هي تشع راح تشع مرة ثانية. إيه. أنا مش طفيلي أسعد على حسابه، لا أنا أسعد به. يعني هناك من يعيش مع زوجته وهناك من يعيش لأجل زوجته. اللي لأجل زوجته احنا مش عايزينه، هذا نشطب عليه احنا. لا تعيش لأجل زوجك ولا تعيش لأجل زوجك، لا تعيش لأجل زوجك ولا تعيش لأجل زوجتك ولا تعيش لأجل أبنائك ولا لا تعيش لأجل أمك ولا تعيش لأجل أبيك. عش لله جل وعلا ولأجل إنقاذ نفسك وتوسل هؤلاء جميعا ستسعد ويسعدون. فعش معهم ولا تعيش لأجلهم. قاعدة ذهبية. عش معهم واجعل منهم وسائل لإرضاء ربي جل وعلا. لا تعش لأجلهم، إن عشت مع أجلهم لأجلهم حيلقوك في دار العجزة. يعني هذا هذا كلام يا كلام البيع. هذا آخر كلام. هذا آخر كلام. هذا كلام دكتور إبراهيم الخليفي. حقيقة يعني كالعادة الوقت يمر بسرعة مع دكتور إبراهيم الخليفي. استمتعنا حقيقة بما تفضلت به. يعني السعادة الزوجية يعني خلاصة بأنها هي أن تسعد ذاتك أولا، تعرف كيف تصنع السعادة لذاتك، وبالتالي سوف تشع السعادة وتذهب للآخرين. شكرا جزيلا دكتور إبراهيم الخليفي. إن شاء الله سوف نلقاك بإذن الله في حلقة قادمة من حلقة موسوعة الأسرة. شكرا للضيوف الكرام لحضوركم معنا هنا في الاستديو. أما بالنسبة لحضراتكم مشاهدين الكرام سوف ألقاكم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأسرة يوم الأربعاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.